والولايات المتحدة لا لم تعترف بالمستوطنات، ها وبصورة خاصة إدارة بايدن التي هي صديقة للعرب. كامالا هاريس هي نائبة الرئيس، هي مقربة من العرب، لماذا لا تطلب وأنت تريد أن تظهر أمريكا على أنها وسيط؟ هل سمعت كامالا هاريس تتحدث عن هذا الوضع؟ على الأقل تقف على الحياد، على الأقل لأن الطرفين يا أخي الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري متفقين على دعم إسرائيل. حتى الديمقراط العرب فإذا ما تظهروا نفسهم كاملة هاريس منقذين وناشرين الحضارة وناشرين الديمقراطية، أنتم داعمي قتلة الأطفال. نحن متفقين موافقين معك على هذا الموضوع. صحيح. لوك شكرا سلمت. المشكلة في الشرق الأوسط هو ماذا يحصل بقضية القدس. إذا حليت مشكلة القدس تنحل المشكلة طبعا الفلسطينية. لا لا هو هو السؤال سيد جبريل حتى يتوجه بشكل صحيح. هي محور النزاع الأساسي لا طبعا يمكن حلها.